الحقيقه الدوري التميز هو من كل سنه وبنعمله نتيجته في شهر 8. الادارات المعنيه بالتخطيط والموارد البشريه بتحط اسس يتم القياس عليها، فبالتالي احنا كل سنه بنكرم المجدين والمميزين من العاملين والادارات داخل قطاع الوزاره. الجانب كمان الاخر هو الجانب الاجتماعي، ان الوزاره والعاملين في الوزاره نكون موجودين يعني كلنا، ويكون في مناسبه اجتماعيه نحتفي ونحتفل بيها يعني بشكل اخر. وجودي كوزير الشباب والرياضه ووجود القطاعات كلها والساده قيادات الوزاره يعني في هذا التواجد الكبير. التميز هو اثابه المتميزين من الافراد والقيادات والعاملين والادارات داخل وزارة الشباب والرياضة. أنا بشكر معالي الوزير الدكتور أشرف صبحي على التكريم ده، ودي تاني مرة على التوالي. السنة اللي فاتت برضو قرية بهيج، ودي من قرية حياة كريمة اللي سيادة الرئيس اشتغل فيها على مستوى قرى مصر، والحمد لله السنة اللي فاتت 2021 خدنا احنا مركز شباب قرية المركز الأول، والسنة دي الحمد لله مركز أول برضه. فكرة المبادرة بتتكلم على تعليم الصم قراءة وكتابة وتعليم طلاب المدارس لغة الإشارة. بنحاول نعمل لهم دمج في المجتمع للفئة دي، لأن أنا أم البنتين من الصم، فنفسي يبقوا يعني مختلطين بكل حد، يبقى ليهم دمج، ما ندورش إن يبقى في مترجم إشارة، لا، لأن هما مش بيحبوا حتة إن يبقى في وسيط بينهم وما بين اللي بيتعاملوا معاه. فخور بان انا موجود وسط المتميزين على مستوى الجمهوريه. التنظيم الحفل تنظيم فوق الوصف. طبعا بالنسبه للي انا فيه النهارده مش هقدر اوصفه من قمه السعاده، من تكريم، من ان انا اطلع اسلم على سياده الوزير واخد شهاده تقدير، يعني حاجه كبيره وفرحه كبيره جدا بالنسبه لي. والله هو احساس جميل الحمد لله، وانا يعني انا بمثل وزاره الشباب والرياضه من زون همم، وانا اصلا شغال محاسب في وزاره الشباب والرياضه شؤون ماليه، وانا كده بمثل الاعاقه كلها على مستوى جمهوريه مصر العربيه، مش ليا انا بس لوحدي، لا لكل المعوقين، وبمثل ليهم حاجه كويسه ان انا الوزير بيكرمني، دي حاجه كبيره يعني الحمد لله. النهارده الجديد في التميز اللي احنا بنتكرم من قلب العاصمه الاداريه، من نادي لنادي، التحفه اللي قدامنا والمنشآت العظيمه اللي احنا شفناها، وده جميل جدا ان احنا نشوف هذا الصرح. السنه اللي فاتت كان في نادي 6 اكتوبر، حاجه عظيمه جدا. كل سنه بيحصل اضافات، كل سنه في انجازات، كل سنه الدوله المصريه للامام بانجازاتها القويه تحت رعايه وفخامه السيد رئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسي. الحمد لله رب العالمين، معالي الوزير حاطط توجيه من اول السنه اللي هي المعايير للتميز، احنا بنشتغل في ضوءها، والمديريات بتشتغل بتحاول كل واحد يجتهد. في خطة إنشائية لازم تخلصها، وده بيحس الشباب لما في مبادرة يعملها شباب، مجموعة شباب، وده ترفع للوزارة، ده بتخلي الشباب نفسها بتقابل معالي الوزير. تكريم دوري مراكز الشباب بتشارك فيه، بيحصل ويحصل تكريم زي ما حمزة بن سويف كده.